ملامح عسكرية خالصة لترتيبات المرحلة المقبلة في اليمن. فمن بين اللقاءات النادرة التي أجراها الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض مع القيادة السعودية، تأتي زيارة ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للرئيس في مقر إقامته بالرياض، لتعزز من الاعتقاد بشأن الأولويات العسكرية للتحالف والحكومة خلال المرحلة المقبلة. اللقاء بحسب وكالة الأنباء السعودية بحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية، فيما جرى الحديث عن رسالة خطية لم يكشف عن مضمونها، موجهة من الرئيس هادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تسلمها ولي العهد خلال هذا اللقاء. كان لافتا حضور رئيس الاستخبارات العامة السعودي خالد الحميدان والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء الركن أحمد عسيري، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المناقشات التي أجراها الرئيس عبد الرب منصور هادي مع ولي العهد السعودي وزير الدفاع كانت ذات مضمون عسكري وأمني في الأساس. الترتيبات العسكرية للحل تعززت بالتصريحات الصادرة عن الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يتواجد الآلاف من جنود بلاده في اليمن. الرئيس البشير تحدث في مقابلة تلفزيونية عن أنه يتم تجهيز المزيد من قوات بلاده تمهيدا لإرسالها إلى اليمن والمملكة تنفيذا لالتزامات الخرطوم تجاه عاصفة الحزم. يأتي ذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المياه الإقليمية اليمنية ومنطقة جنوب البحر الأحمر على ضوء الانتشار اللافت للقطع البحرية الأمريكية في المنطقة، خصوصا وأن هذا الانتشار جاء بعد الهجوم على الفرقاط السعودية، ووسط تأكيدات بأن القطع البحرية الأمريكية منحت صلاحيات التعامل المباشر مع التهديدات العسكرية التي يمثلها الانقلابيون في هذه المنطقة.